انا حابة اعرف من حضرتك، عندك موهبة في الشعر، بدأت معاك من امتى؟ من زمان، يعني قبل التمثيل ولا بعده؟ من زمان برضه. انا اول حاجة كتبتها كان عمري 15 سنة او 14 سنة. انما انا دائما اقول انا لا اشعر، لا اشعر، انا اشعر احس فاكتب بس، لست شاعرا. بس حضرتك عندك موهبه الكتابة. ما انا هقول لحضرتك، انا لا 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 اعلم البحور. أيوة. ولا هذه الاشياء كلها. ولا العروض، مع احترامي لكل الاساتذه الشعر. أيوة. انا اكتب كانسان بيحس بشيء فبيكتب عنه ببساطه. لما كنت هقول لك على لما كنت، عارف وانت صغير لما بتحلم حلم جميل تقعد سارح فيه وتفكر فتشيله في قلبك وبتستنى يجي الليل لاجل ما تحلم بيه من تاني، ولما القلب البكر يفضل سهران مستني نور الفجر تهرب منه سنين العمر، يطاردك حلمك تحلم تاني وتاني وتاني وتاني، وهي ثواني هي ثواني تلاقي الحلم اتحقق لما تقابلك تميمة حظك. ده عنوان الكتاب. ده الديوان اللي حضرتك لسه من فترة قريبة أصدرته، معرض القرار تميمة حظ، في معرض القرار الدولي الكتاب كان. طيب حضرتك، أنا عارفة أن حضرتك كاتب وليك في فيلم روائي رعب، فما فكرتش تعرضه على حد؟ يعني منتجين يعملوه في أصل. أقول لحضرتك على حاجة، لما بيكون في رؤية لفكرة، الفكرة أو الرؤية رايحة في سكة إنسانية تماما، سكة إنسانية مش معناها شر أو خير، لا الإنسانية. إنما الأدوات اللي بستخدمها أنا بيبقى لي هدف تاني غير إن أوصل الفكرة الإنسانية، لا ما تنفعش. فأنا لما يتحط لي إم لو كذا، إما كذا أو كذا، إما أن تكون في كذا في الشخصيات أو لا، ما ينفعش، عشان كده هيضعف الإقبال. كويس؟ أنا كلام واضح أظن. أيوه. يعني الناس ما هياش بدائيين قوي وعايشين في البدائيات، يعني إن ما دغدغش عواطف الناس ومشاعر، ما دغدغش عواطفهم ومشاعرهم واتجاهاتهم وأغراضهم وحاجات كده. أنا مش عايز أفسر أكتر، الكلام واضح. يعني في ناس كتير أو بتقول إنه في أزمة ورق دلوقتي وده مأثر على الأعمال، فحضرتك مع ده ولا لا؟ في أزمة ضمير فني. أزمة ضمير فني. ضمير فني. بمعنى؟ مش ورق. مش ورق. أنا لو عندي رؤية وبكتب رؤيتي أتمسك بيها، ما دمت أنا في إطار الرؤية الإنسانية اللي أنا عايز أقدمها للناس. إن أصلا اللي بيكتب والمبدع عموما ربنا مسخره في إيه؟ الفن وجدان الشعوب يا سادة، الفن وجدان الشعوب. إما إنك تصلح وجدان أمة أو تفسد وجدان أمة. أو تجرف تاريخها من خلال كتاباتك، أو تطمس هويتها من خلال كتاباتك أو أعمالك، هي ف يعني أنا مش بهاجم حد بعينه. إنما إحنا ده قناعة عندي، وأنا متصالح مع نفسي جدا جدا ومش ضد حد على فكرة. والإبداع سماء مفتوحة، سماء الإبداع مفتوحة، شريطة ألا يتعارض معه قيم مجتمعيه في مجتمع بنعيش فيه، او قيم الانسان مع نفسه وذاته. الفن اتغير وكل شيء بيتغير. الفن ما بيتغيرش. انا اسف اني بعترض او على النقيض من اللي قلتيه. الفن ما بيتغيرش. الشخوص هي اللي بتغير. بتغير المفردات اللي بتقدمها. يعني حضرتك تقصد بده منتجين جداد او مخرجين جداد؟ مش هخص حد عشان نبقى فير قوي في الكلام. انا بتكلم بشكل عام. ما حضرتك بتقول الشخوص بتتغير، فمين اللي بيتغير في الفن الا الفن المنتجين او المخرجين الجداد؟ مش هسمي. اللي بيطلع ده انا اعتبر انها سلعه. ايوه. السلعه خارجه من المصنع ده طالعه مش مظبوطه، ما فيهاش المواصفات القياسيه. المواصفات القياسيه العمل الفني الحقيقي يخدم المجتمع اولا، وينمي ثقافه، ويفيد وجدان امه. والا ما ينفع. ما احنا ما نقولش ايه لايك شير لايك شير لايك شير ونقول ده فن. ايه لايك شير بقى؟ مش ده اللي حاصل؟ ايوه. قلبت السوشيال بقى.
على فكرة أكبر كذبة البشرية كذبتها على نفسها وبتعاني منها وهتعاني لسه السوشيال ميديا والله.